أخي هل أتيت بوقت السحر إليه وفيك اشتياق سار وهل قد شعرت به حينما بنظرات عفو إليك نظر أخي هل عزمت إليه النهوض وحربا على النفس رحت تخوض فلو جئت مشيا أتاك ركوب وكسر الفؤاد بلطف جبر وكسر الفؤاد بلطف جبر أخي هل يتاح إليك الوقوف وضحت خطاياك فوق الألوف وحولك كدنا نراها تطوف فيا ليتها جمعها تغتفر وما وكل الذنوب فقد راقبك وقد خلته غافلا غائبا فلم تبق فاحشة أو تذر فلم تبق فاحشة أو تذر وذنبا بليل تضيع سدى وقوما فكيف تلاقي غدا أحمدا فكيف تلاقي غدا أحمدا وكيف ستلقي إليه البصر أخي لو سبيلك في العيش ضاق تجاري الخطايا بوسط استباق فرب على فوق سبع لعمري لأوابه ما نهر لعمري لأوابه ما نهر أخي إن وقفت بباب السميع أخي لو وقفت بباب الغفور أخي لو وقفت بباب العليم ونفسك شئت له فتلك التجارة لا لن تضيع فتلك التجارة لا لن تضيع ستمحى الذنوب ستمحى الذنوب.